ما تشاهدونه في هذه المزرعة هو عبارة عن ممارسات خاطئة مع النخلة، وهي قص الجريد في غير وقته، والجور على الجريد الأخضر، وتجريح الجريد. يترتب على ذلك ماذا؟ يترتب عليه لملمة الجراح، تغطية الجروح، سرعة في إنتاج جريد بديل على حساب إنتاج الثمار. ثالثا، الاستطالة السريعة مع ضمور الساق بسبب قص هذا الجريد. رابعا، احتمال تشوه القمة النامية. خامسا، إنتاج رواكيب أكثر. سادسا، وهو أسوأ المحتملات كلها، وأن قص الجريد ووجود هذا الجرح هو سبب رئيس في جذب السوسة، وهذا هو هنا يكمن الخطر.